أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بمستوى العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تحظى باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى ما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالمجالات العسكرية والدفاعية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، بالفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق. وقد رحب سموه بالسير لوريمر والوفد المرافق مشيدا بالتعاون بين البلدين الصديقين في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، كما استعرض سموه مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.